Hello everyone and welcome back to another video. This is Muhammad Najm and today we are going to talk about a point of view for the story Open Window by Saki. إذن اليوم راح نتحدث عن وجهة النظر طريقة السرد لقصة Open Window للكاتب ساكي. هذا السؤال يجي فراغ صح وخطأ اختيارات هيك أمور. ال point of view ذكرنا محاضرات سابقة أنه طريقة السرد يعني كيف يتم إلقاء الكلام إنه بغض النظر عن الكاتب. أنا ما أتحدث عن الكاتب، من الذي قام بنقل الكلام إلينا؟ من يا جانب؟ من جانب فلان. احتمال إحنا عندنا روايات، طبعاً أكو روايات يعني فد 200-300 صفحة يرويها إنه واحد، شخص واحد من ضمن الأحداث اللي بالقصة، شخص واحد يحكي لنا هاي القصة. من هو هذا الشخص؟ واحد من ضمن الكاركترز، أو ربما يكون الكاتب هو شخصية داخل القصة. الكاتب مرات يكون شخصية داخل القصة. يعني The open window is a third person narrative. إذن هي الضمير الغائب. إذن ضمير غائب يعني يسمونه third person narrative. This meaning that its action is presented by a narrative who is not himself involved in the story. إذن الكاتب هو ليس أحد شخصيات المسرح القصة. الكاتب هو ليس أحد شخصيات القصة. فخاف تجيك فراغ صح وخطأ، أنت تقول له the point of view is the third person narrative. زين يعني؟ فإذن الشخص الغائب إذن يحكيها إنه شخص ثالث. يعني هنا راح نستخدم الهي والشي والإيت، يعني الهي والشي أكثر شيء ضمائر. أما بالفيرست بيرسون بوينت أوف فيو شخص يستخدم الضمير I أنا، يستخدم الضمير أنا. فالبوينت أوف فيو معناها وجهة النظر. صار إن شاء الله معلوم وصارت الواضحة الفكرة واضحة. أي سؤال أو استفسار إحنا حاضرين. بالمحاضرات الجاية راح نتحدث عن الأغراض الشعرية أو الأغراض الأدبية الموجودة عندنا في هذه القصة.